مواطني ومقيمي دولة الإمارات، ويمكن صعب أنك تحصل أي دولة في العالم تنظم بطولة بعشر جنسيات، يعني كان ممكن حتى يدخلون جنسيات أخرى إلى هذه البطولة. صحيح، أعتقد حتى في مقاتلين قاعدين على احتياط، يعني أعتقد في أربع مقاتلين على احتياط صراحة. أعتقد كان في صارت أيضا إصابة، طلع واحد من المقاتلين من كازاخستان، طلع أيضا كازاخستان. أي بس حلو إنه شوف، مراتي بروسلي عنده مقولة مشهورة يقول لك الحظ يفضل ال ال the prepared، اللي يكون متحضر، يعني الحظ راح يساعد الشخص يكون متحضر. فأعتقد اليو اي ووريرز كانوا متحضرين إنه ينتظروا حتى قبل ما يسوون الكارانتين على أبو ظبي، جابوا المقاتلين دخلوهم قبل الوقت عشان يتجنبون أي مشاكل صراحة. نتمنى يكون النزال الثاني أحلى من النزال الأول، أو على الأقل أطول شوية. And his opponents, Alphonse Vinny Bessala. هذا هو الكاميروني ألفونس بيسالا، وإذا كنا نعرف الكاميرونيين نعرف أنهم مقاتلين مثيرين صراحة داخل القفص وفي أي رياضة قتالية أخرى. وسنرى أيضا مقاتل كاميروني آخر في النزال الرئيسي المشترك وجورس ديا. نتمنى أن يكون ألفونس بيسالا اللي واضح على الشاشة بنفس متعة وإثارة مواطنة جورس ديا. ديا كان من المفضلين لجميع المشاهدين اللي يحبون اللي يشاهدوا الفنون القتالية، كان مقاتل مميز صراحة، يترك بصمته دائما على النزالات، حتى في آخر نزال كان موجود اللي صار نو كونتست. كان هناك كثير من التعليقات على ديا، والكاميرون بصورة عامة عندهم القوة الجسمانية، عندهم الحركة السريعة، ويعطون المشاهدين شومنشيب، الاستعراض الجميل للمشاهدين صراحة. وهذا اللي يحتاج المقاتلين صراحة في هذا الزمن من الفنون القتالية المختلطة، خاصة أن عنصر الترفيه اختلط مع عنصر الرياضة، وانت عارف هذا الشيء. كونر ماكغريغور كمثال من الأمثلة الكبيرة. المقاتلين بالملاكمة بالكرة السلة كل لازم يعطوك استعراض، لأن بالنهاية لازم يستمتع الجمهور بما يراه داخل القفص. نشوف المعلومات على المقاتلين الاثنين. Our second fight tonight here at UAE Warriors 11 in the 70 kilogram division, the lightweight division. Introducing first the fighter to my right in the blue corner, hailing from Syria, fighting out of the United Arab Emirates. He stands at 5 feet 9 inches tall, weighed in at 69.2 kilograms. He's a boxer with a record of no wins and one loss, Muhammad Karim Al-Janan. And his opponent to my left in the red corner, hailing from the Cameroon, fighting out of the UAE. He stands at 5 feet 7 inches tall, 67 kilograms. He's a striker with a record of 4 wins, 2 losses. It's the Bob Beast, Alphonse Vinny Bessala. And your referee for this fight, Alvaro Chitini. Alvaro Cardoso هو حكم النزال الثاني في الوزن الخفيف. النزال الأول كان في وزن الريشة، الآن ننتقل إلى وزن 70 كيلوغرام وزن الخفيف. ألفونس فيني بسالة بالقفاز الأسود، ومحمد كريم الجنان بالقفاز الأبيض. طبعا نتوقع يكون الإيقاع للنزال شوية أسرع وأحسن من النزال الأولاني، لأن لما تسوي النزالات الأولانية إيقاع سريع، بقية النزالات تصير أسرع. شغال على المضادات المقاتل الكاميروني. حلوة من قاضية. شغال على المضادات المقاتل الكاميروني. حلوة من قاضية. قاضية من الكاميروني. بوك بيست.
في وقت مبكر تكلمت رياض تتمنى انك تشوف نزال مثير اكثر من النزال الاول. انتهى تقريبا يمكن في نفس التوقيت ولكن بطريقه مختلفه. يعني بس بالنهايه وطبعا يحاول اعتقد المقاتل السوري للاسف قاعد شويه يتناقش محمد كريم الجنان. نتمنى لك الصحه والحكم سوى الشيء الصحيح صراحه لان عيونه انقلبت وما يعرفوا وين. يعني اعتقد سالوه انت وين بالجوجيتسو ارينا قال لهم لا بالمبادره ارينا وتغير الاسم من زمان صراحه. هولما يعني فعلا كان شغال على الضربات المضادة الكاونتر أتاك المقاتل الكاميروني وبالفعل قلنا أن المقاتلين الكاميرونيين شوف يعني يا جماعة لازم حد يمسك المقاتل السوري يعني مخلينا يعني للحين يعني Ladies and gentlemen, your referee Alvaro Schettini has called the stop to this fight 22 seconds into the very first round, declaring the winner by knockout, Alfonso Vinny Bessala. إذن Alfonso Vinny Bessala يفوز بالضربة القاضية. زمن النزال أقل حتى من النزال الأول.